بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اسعد الله مساكم بكل خير وحياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامج حياتنا اللي يجيكم يوميا من الاحد الى الخميس الساعه السابعه مساء بدايه مسي على زميلي عبد الرحمن، عبد الرحمن مساك الله بالخير وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحه وسلامه ومساك الله بالنور اخوي علي واكيد نمسي على الساده المشاهدين وين ما يتابعونا عبر شاشه تلفزيون قطر نقول حياكم الله في هذه الحلقه الجديده من برنامج حياتنا يمكن الستايل متغير في البرنامج. انا والله كنت يمكن اتابعك فتره من الفترات في رمضان. وعندي من زايد وزنك شوي ظاهر انك لا قاعد تحطمني هالشكل مو <applause> بحطمك <applause> <applause> الحين فرصه انك ترجع ثاني مره وتسوي رياضه وتعدل شوي لان الخربطه في رمضان هذه ما حد يقدر يتحكم فيها رمضان اي الفطور مشكله على السحور عندك انواع الاكل وحلويات العيد خيرة خير ايوه حلويات لا ك... ان شاء الله بنرد بنرد نرجع نسوي رياضه نخفف الاكل ونروح شوي حق الاكل الصحي اكيد مشاهدينا الكرام يمكن يعني في كثير من الناس كانوا يعانون من هذا الموضوع امانه ويقول لك يا اخي انا مثلا ما اتحمل وانا مثلا الاطباق عندي متنوعه وانتظر فتره لين يخلص رمضان زين هذا الحين الفتره جات اتوقع اليوم اليوم يقدر يعدل من الكميات ويعدل حتى من الوجبات اللي بتفيده ويترك شوي من الامور الثانيه ايضا الاجواء لغايه الان ما زالت جميله الواحد يقدر يتمشى في الاماكن اللي فيها ممشى حق الناس اللي يحبون يسوون دايت اللي يحبون يحركون اجسامهم لحين الاجواء جميله خاصه اليوم نشوف صار عندنا غيوم اليوم ما شاء الله مع ان في تحذيرات لاخر الليل او آه. بكره الصباح يمكن يكون في هواء شوي قوي ومعها سحب وامطار رعديه اتمنى السلامه للجميع تكون امطار إن خير باذن الله ان شاء الله الواحد يطلع يستانس يستمتع في هذه الاجواء لكن وسط هذه التحذيرات ابتعدوا عن الاماكن اللي ممكن انه يكون فيها امطار غزيره لا سمح الله حد تصير له مشكله او شيء فاستمتع بالجو لكن ابتعد عن خلينا نقول المشاكل وابتعد عن الامور اللي ممكن تسبب لك مشكله، طبعا مثل ما عودناكم دائما في برنامج حياتنا نقدم لكم مجموعه من الاخبار اللي نطرحها يوميا في حلقتنا ونبدا معاكم هذه هذا الخبر حيث تحتفل دوله قطر بيوم الاسره اللي يوافق الخامس من شهر ابريل من كل عام تاكيدا على اهميه الاسره ودورها المحوري الفاعل في مسيره التنميه والبناء وعلى تماسك ايضا الاسره والمسؤوليه المشتركه اللي يطلع فيها جميع افرادها تجاه انفسهم وتجاه ايضا المجتمع. وياتي يوم الاسره مشاهدين الكرام يوم الاسره القطريه للتاكيد على اهميه الاسره ورعايتها في الجانب الصحي حيث اكدت الدكتوره فتحيه محمد المير. مديره المنطقه الوسطى واستشاري طب الاسره في مؤسسه الرعايه الصحيه الاولي اهميه طب الاسره في تقديم الخدمات العلاجيه لمراجعي المراكز الصحيه بالدوله حيث يقدم طب الاسره الرعايه الصحيه لجميع الفئات العمريه في المجتمع من الرضع والاطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن ذكورا واناثا ومن هنا ارتبط اسمه بالاسره لانه يقدم الرعايه الصحيه لجميع افرادها. اكيد طبعا يعطيهم العافيه وعلى هذه الفعاليات وعلى خدماتهم ايضا اللي يقدمونها للاسره. طبعا ننتقل ايضا الى خبر اخر علي حيث اعلنت اداره التسجيل في جامعه قطر عن بدء التسجيل المبكر للفصلين الدراسيين صيف 2024 وخريف 2024 يوم غد الثلاثاء. ونوهت إلى أن التسجيل سيبدأ لطلاب الدراسات العليا دكتورة وماجستير ودبلوم وأيضا طلاب برنامج التميز الأكاديمي يوم الثلاثاء 16 أبريل فيما يبدأ طلاب البكالوريوس اعتبارا من يوم الأربعاء 17 أبريل وإشارة إدارة التسجيل وأشارت إلى أن مواعيد التسجيل تعتمد على مستوى الطالب والساعات المكتسبة التي اجتازها شاملة الساعات المحولة كما أشارت إلى أنه يمكن للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مراجعة مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على المساعدة في تسجيل المقررات يعطيهم العافية أكيد تمنى لهم التوفيق اليوم احنا نتكلم عن جامعة قطر هذا الصرح التعليمي اللي اليوم نباهي فيه العالم وأيضا نشوف العالم كلهم عيونهم على جامعة قطر وكثير منهم يحاول يكون له فرصه انه يكون من ضمن طلبة جامعة قطر أكيد كادر تعليمي مميز وأيضا أيضا البرامج التي تطرحها جامعة قطر برامج مميزة على أعلى مستوى فاللي حاب أنه يسجل لصيف 2024 وخريف 2024 بإمكانه أن يسجل التسجيل المبكر طبعا يبدأ من يوم غد الثلاثاء نعم مشاهدينا الكرام كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان سنيار عن جديد النسخة العاشرة التي ستقام خلال الفترة من 30 إبريل وحتى 3 مايو المقبل على شاطئ المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة حيث تشهد نسخة هذا العام مشاركة 73 محملا بعدد قد يصل إلى ألف مشارك في بطولة استثنائية تحظى بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون والخليج والعالم ايضا وسينطلق بندر سنيار من كتارة تسهيلا على المتسابقين وكما سيتم الكشف عن تدشين بطولة بالمسان اللفاح التي ستنطلق عقب ختام النسخة العاشرة من سنيار حيث سيتم تأهيل المراكز العشرة الأولى من سنيار للمنافسة على لقب هذه البطولة الجديدة التي تأتي في إطار سعي كتارة لإحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالتراث البحري في دولة قطر يمكن هذه من الفعاليات المميزة اللي نشهدها في المأسس العمل الحي الثقافي كتارة والحين خلينا نقول وصلت النسخة العاشرة من التميز في بطولة أو مهرجان سنيار الله ذكرت أيام زمان أيام بس. زمان طبعا قبل 150 سنة يعني انا كنت اطلع البحر مع هالغوص قبل كنت أشوفك أنا كنت اصغر شوي <applause> اكيد رح نتمنى لهم خاصه ان هذا المهرجان يعني يحظى بمتابعه كثير من اهل الخليج والمهتمين امانه بالرياضه البحريه يعني خلينا نرجع للتراث ونرجع فعلا الى كل فئات مجتمعنا من الأول من حاضره وباديه م. كانوا يدخلون البحر في فتره من الفترات صحيح. وكان هو مصدر رزقهم الوحيد مم. وهذا فعلا يعني تاصيل الى العادات والتقاليد القديمه في دول مجلس التعاون. اكيد طبعا نوجه شكر للمؤسسه العامه للحياه الثقافيه على الجهود اللي يقومون فيها لاحياء التراث من خلال المهرجانات والفعاليات اللي يقومون فيها. مشاهدينا الكرام تحت اشراف معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعه حمد بن خليفه ينطلق البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث 2024 يوم 12 مايو المقبل حتى يوليو القادم ويعقد البرنامج بهدف توفير فرصة بحثية مكثفة في مجموعة من حقول العلوم الطبية للطلاب الجامعيين المتميزين ويتضمن أيضا البرنامج التدريبي الصيفي عدة مشاريع من بينها مشاريع مركز بحوث الاضطرابات العصبية ومشاريع مركز بحوث السكري ومشاريع مركز البحوث التطبيقية للسرطان. ويهدف معهد قطر لبحوث الطب الحيوي الى الارتقاء بالرعايه الصحيه من خلال الابتكار في طرق الوقايه من الامراض التي تؤثر على السكان في قطر والمنطقه وطرق تشخيصها وعلاجها وبصفته معهد يتصدى للامراض كما يقدم معهد قطر لبحوث الحوسبه من خلال برنامج التدريبي الصيفي للبحوث تدريبا مكثفا لطلاب البكالوريوس حول البحوث والبرمجه. في المجالات المختلفة. نعم يعني جامعة حمد بن خليفة استضفنا كثير من الدكاترة اللي يدرسون في هذه الجامعة، وتعرفنا على العديد من البرامج المميزة اللي يقدمونها من خلال جامعة حمد بن خليفة، وأيضاً معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. يعني نتكلم عن مركز البحوث الموجود عندهم فعلاً أنه يضم اليوم نخبة كبيرة من الدكاترة العالميين والأطباء. وكل يوم قاعدين يحاولون يكتشفون شيء جديد حتى يقدرون يواكبون الطب العالمي. نعم علي يعني شفنا العديد من الخريجين من جامعه حمد بن خليفه، شفنا تميز صراحه من الطلاب، شفنا امور كثيره، بحوث ايضا تميز من خلال من خلال الطلاب او الخريجين، وايضا من جامعه حمد بن خليفه في نادي ايضا علمي مميز اللي هو النادي العلمي يقيم طبعا فعاليه او خلنا نتعرف عليها من خلال هذا الخبر حيث اعلن النادي العلمي القطري عن تنظيم برنامج تاسيسي وتنفيذ مشروع في واحة الصناع وذلك خلال الفتره من 26 الى 28 ابريل 2024 ويستهدف البرنامج الشباب من عمر 15 الى 25 سنه ويهدف الى تعليمهم كيفيه تجميع ولحام الدوائر الالكترونيه والتعرف على مكوناتها بالاضافه الى تصميم نماذج ثلاثيه الابعاد كما يضم النادي العلمي القطري دوره تدريبيه بعنوان اساسيات ومبادئ في ميكانيكا السيارات وذلك خلال الفتره من 28 ابريل الى 1 مايو حيث تهدف الدوره الى تعريف المشاركين بمبادئ ميكانيكا السيارات ونظامي التبريد والتكييف ويقدم النادي العلمي هذه الدوره التدريبيه بهدف نشر الوعي بأهمية ميكانيكا السيارات وتعليم المهتمين كيفية صيانة سياراتهم بأنفسهم أكيد أنت أنا خبرك هاوي للسيارات تالية أنا عندي كراج في البيت ما شاء الله عندي كراج في البيت سيارات كلاسيك إي بس اللهم أني أبدل البطارية. <applause> لازم <applause> ندخل الدوره ونتعلم شويه يعني اساسيات الميكانيكا والكهرباء والشغله هذه كلها. ابشر ابشر مشاهدينا الكرام يعني في تحذير وصلنا عن امطار رعديه متوقعه مصحوبه برياح قويه ورؤيه افقيه متدنيه على الساحل وداخل البحر ومن المتوقع استمرار هذه الاجواء القائمه جزئيا الى يومي الاثنين وثلاثاء مع فرصه أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة قد تكون رعدية يصاحبها رياح قوية مع هبات تتجاوز 48 عقدة مع فرصة لتساقط حبات البرد وتكون حالة البحر يعني هائج الموج حيث يرتفع يتراوح ارتفاع الموج ما بين 10 إلى 12 قدم إلى وأيضا يرتفع أيضا إلى 16 قدم أحيانا وتناشد الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية إن شاء الله تكون أمطار خير وتمر مرور الكرام يمكن شفنا في بعض دول مجلس التعاون تأثروا أمانة منهم سلطنة عمان وبعض المناطق في المملكة العربية السعودية لكن ما إن احنا ندعو بأن الله ان شاء الله يمر عليها بسلام ببقى. واكيد ان الناس لابد انهم ياخذون فعلا الحيطه والحذر ويكون تليفوناتهم شغاله ويعرفون ارقام المكالمات الطارئه علشان سبحان الله صار شيء على طول يقدرون يوصلون لهم ان شاء الله طبعا نتمنى من الجميع طبعا السلامه وايضا توخي الحيطه والحذر ويشوفون المصادر الرسميه اللي تطلع يعني لا تشوف والله برودكاست واحد مطرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لا تشوف المصادر الرسميه المواقع الرسميه لهيئه الارصاد الجويه طبعا امور عديده تصير في دوله قطر ومنها ايضا بعض الامور اللي ممكن نشوفها في هذا التقرير. نشوفها الان في التقرير؟ نشوف التقرير. بسم الله. <applause> غادرنا العيد بعد أن رسم البسمة في محيانا وزرع البهجة في كل مكان وفي قطر ظهرت معالم العيد وأجوائه أينما كنت ووليت. جميع الوجهات السياحية والترفيهية في البلاد قدمت فعاليات وأنشطة متنوعة ساهمت في إطفاء جو من المتعة والمرح على قلوب الزوار وخاصة الأطفال سوق واقف كان له سحر مختلف بمبانيه التراثية القديمة التي عكست إحدى صور تاريخ مدينة الدوحة كاتارا الوجهة الرئيسة للعائلات قدمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كاتارا مجموعة من الفعاليات والأنشطة والعروض المميزة الموجهه لمختلف فئات المجتمع في كل من كورنيش كتارا وساحه الحكمه جمعت بين الترفيه والثقافه والتسليه في اجواء من الفرح والسعاده بالاضافه الى عروض الالعاب الناريه في سوق الوكره وسوق واقف وكتارا التي اضاءت سماء قطر ميناء الدوحه القديم يحظى بإعجاب شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والسياح كانت له أجواءه في أيام العيد وما أضاف لأجوائه روعة هو مهرجان القهوة والشاي والشوكولاتة الذي سيستمر حتى العشرين من الشهر الجاري مشيرب وجد الباحثين عن المتعة أول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم أتاح للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات العائلية. جزيرة اللؤلؤة وجهة الآلاف من الزوار، تحرص على المشاركة الفعالة في تنظيم الفعاليات المميزة والممتعة خلال المناسبات والإجازات الرسمية للبلاد لزوار الجزيرة وسكانها. كما تضم البلاد مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة، شهدت نسبة إقبال كبيرة من الزوار، شواطئ كانت وجهة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، بعيداً عن ازدحام الشوارع والمراكز التجارية، بحثاً عن قضاء أوقات هادئة برفقة أسرهم. فعاليات متنوعة بالمجمعات التجارية، عشرات المجمعات التجارية، احتفلت بعيد الفطر المبارك بسلسله من الفعاليات الترفيهيه شريحه كبيره من المواطنين والمقيمين فضلوا خلال اجازه العيد النزول في الفنادق تلك المطله على البحر لما فيها من شواطئ ساحره ومسابح للصغار مما يوفر بيئه مثاليه لجميع افراد العائله مشاهدينا الكرام، الاهتمام بالتغير المناخي ظهر ضمن اولياء اولويات رؤيه قطر الوطنيه 2030 لدوله قطر، وفي هذا الشأن أقرت الدوله التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئه، كما حرصت على إقامه العديد من الفعاليات والورش المتنوعه كإكسبو وغيرها، من أجل ترسيخ ثقافه ومبادئ وقيم. في هذا الشأن البيئي اكيد وهذا الى جانب ايضا الدراسات والابحاث المتخصصه في علوم البيئه راح اكثر عن تطور الاطار التشريعي لتغير المناخ في دوله قطر بناء على مساحة التشريعات البيئية الحالية دراسة استكشافية وتفسيرية يسرنا أن نستضيف الباحث الدكتور محمد راشد الصليطي الحاصل على دكتوراه في السياسات البيئية أهلا وسهلا بك طبعا ونبارك لك طبعا لحصولك على درجة الدكتوراه مساك الله بالخير الله يبارك فيكم مساكم الله بالنور شكرا على الاستضافة بصراحة أنا من متابعين برنامج حياتنا وبرنامج كنت أتعلم منه صراحة فترة الدكتوراه وشفت كذا حلقه حق كذا ضيف وتعلمت منهم كثير يعني على سبيل الذكر للحصر الدكتور محمد الكواري الاستاذ عبد الله المناعي كلهم تعلمت منهم. ما شاء الله يعطيك العافيه الحين خلاص بدينا يعني نستانس ان المتابعين يعني ما شاء الله من اصحاب الشهادات العليا لهذا البرنامج. طيب دكتور خلينا نتكلم اول شيء عن القوانين يمكن كثير من الناس يجلون القوانين او مثلا خلينا نقول العناوين الرئيسيه في هذه القوانين، القوانين البيئية. أولًا ما في قانون تغير مناخي في قطر، وما في قانون تغير مناخي في دول الخليج العربي، وما في قانون تغير مناخي في الشرق الأوسط. في بعض الدول سنت قانون التغير المناخي ولكن تجربة متقدمة. طبعًا فكرة قانون التغير المناخي بدأت من اتفاقية تغير المناخ اللي هي كانت نتاج إعلان ريو. إعلان ريو جاب ثلاث اتفاقات. اتفاقية التغير المناخي واتفاق التصحر واتفاق التنوع البيولوجي اتفاقية التغير المناخ ذات طابع سياسي واقتصادي هدفها بيئي ولكن يعني هي نتيجة المفاوضات اللي تصير بين 196 دولة في عام 1996 دولة قطر انضمت لهذه الاتفاقية من خلال المرسوم رقم 47 لعام 1996 وصادقت على كيوتو بروتوكول في عام 2015 ووفق عفوا كيوتو بروتوكول في عام 2005 ووقعت اتفاقيه باريس في 2016 نعم. طبعا الى اليوم ما في قانون تغير مناخي وهذه كانت فكره رساله الدكتوراه اللي اجتزتها الحمد لله قبل شهرين وشتتها الحمد لله بدون تصحيح يعني حسب حسب اراء المصححين ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافيه ومبارك لك اكيد مره ثانيه دكتور يعني ممكن ان تكون في العديد من الفجوات على فعاليه التصدي لتغير المناخ ممكن ان لازم نتعرف ايضا شلون ممكن ان تاثر هذه الفجوات على التصدي لتغير المناخ. صحيح انا علشان ما اناقض نفسي انا قلت في البدايه ان احنا ما عندنا تشريعات اوليه في قطر لكن م. عندنا في قطر تشريعات ثانويه م. مثل ما يقولون عنها الباحثين القانونيين عندنا خطه خطه عمل التغير المناخي لعام 2030 وهذه الخطه تهدف الى خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبه 25% بمقارنه معدلات 2019 في عام 2030 طبعا هذه موجوده هذه الخطه يعني عملت لها قطر سبمشن في عام 2021 وهذا اللي يعني فكره بحثي كانت ان نسوي ترميز قانوني لهذه الخطه نحولها لفقرات قانونيه طبعا الفكره التقنيه كانت كلها في تحويل فقرات هذه الخطه الى يعني نص قانوني مكون من ديباجة ومواد طيب دكتور الفقرات القانونيه تكلمت عنها كيف اليوم نحن نبسطها للمشاهد وللمواطن حتى يكون في وعي حول اهميه الاستجابه للتغير المناخي اليوم التغير المناخي يتبع ما يسمى بالتوب داون ابروتش هي يعني سياسه متبعه نهج متبع من الاعلى الى الاسفل فدائما الحكومات تضع هذه التشريعات لتنظيم القطاعات اليوم قضيه التغير المناخي مش نفس قضيه استخدام أكياس البلاستيك لان أكياس البلاستيك ممكن انت تنظمها من خلال رفع كيس البلاستيك فالناس بتتجنب أن تستخدمه وتستخدم الكيس الرخيص بالنسبه حق التغير المناخي احنا نتكلم عن قطاعات يعني مثلا احنا في خطتنا الوطنيه عندنا خمسه قطاعات اللي هو قطاع النفط والغاز قطاع الماء والطاقه قطاع المواصلات وقطاع البناء والنشاءات والقطاع الاخير هو متفرقات اخرى فاليوم الخطه الوطنيه اللي عندنا تستهدف هذول القطاعات على اساس انها تنظم وفي وفي تعاون بين وزاره البيئه والمعهد العالمي للنمو الاخضر في تطوير جهاز اسمه او سيستم اسمه الام ار في مجرمنت ريبورتنج اند فيكيشن ففي بحثي إن حتى حطيت أن احد البحث القانون اللي سويته قانون تصوري هو غير موجود فهذه رساله بعد حق مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى لان تعرفون عمليه القانون عمليه تمريريه بين الهيئتين فهذه يعني القانون موجود اليوم ومكتوب واجازوه المحكمين وان شاء الله نكون اول دوله تسن قانون تغير مناخي في قطر ان شاء, إن شاء الله باذن الله يعني دكتور يمكن ان في دول عديده على مستوى العالم لها تجارب في تغير المناخي اليوم قطر شلون ممكن تستفيد من هذه التجارب تجارب الاخرين في هذا المجال طبعا سؤال سؤال جدا مهم و انا يعني بدون تحيز انا احب التجربه القطريه في التغير المناخي لانها تجربه واقعيه. <applause> احنا عندنا هدف ان نخفض نسبه ثاني اكسيد الكربون بنسبه 25% بحلول عام 2030، في بعض الدول رايحه نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050. طبعا هذا الهدف في نظري يعني انه هدف جدا طموح وغير قابل ان احنا نحققه، يعني اتوقع كثير من الباحثين والمختصين في المجال يتفقون معي. فهدفنا يعني ريالستيك وقابل للتحقيق ان شاء الله وحتى ان إحنا عندنا انجازات في 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 التغير المناخي كبيره يعني من فتره صرح سعاده الوزير سعد بن شريد الكابي عن اطلاق اكبر مصنع امونيا زرقاء في 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 قطر فاحنا حتى ان الله حباننا احنا في قطر ان القاز الطبيعي اللي عندنا القاز المسال قاز نظيف الكربون كونتنت اللي فيه اقل من الفحم والبترول جميل فتجربتنا جيده ان شاء الله طيب خلينا نتكلم عن عن التشريعات او خلينا نقول الفقرات القانونيه كيف طريق كيف نحن نسيسها في دعم مشاريع مكافحة التغير المناخي سواء كان مع القطاع الخاص أو كان مع القطاع الحكومي. طبعاً القطاع الخاص يعني دوره جداً هام في في التغير المناخي وفي اليوم يعني عندنا مبادرات جميلة تطوعية، أنا قبل فترة شفت عندكم حلقة في أحد الضيوف قال أن في معرفة وفي وعي، لكن المعرفة هي أنك تنشئ قانون مثلاً وتخلي الناس يطبقونه، لكن حلو لما يكون الوعي يسبق المعرفه. فعندنا احنا في كثير من الشركات اه يعني شركات اتصال عندهم هذه المبادرات اللي هي تسمى مبدا المسؤوليه المشتركه مه. المجتمعيه عفوا. اه فكثير منهم عندهم يعني نفس ما تقول اه تطوع انهم يدعمون هذه اه القضيه. جميل. اي واليوم اليوم قضيه التغير المناخي هي قضيه نعيشها يعني يمكن اه عمان امس سمعتوا عن السيول، تنزانيا وباكستان، ليبيا كان اه الصيف اللي فات فاثارها يعني صار ملموس اكثر من اي وقت مضى اذا نتكلم عن شركه القطار القطاع الخاص لازم نرجع حق قانون رقم 12 لعام 2020 وهذا موجود اوريدي موجود القانون وانا اقترحته في ديباجة قانون التغير المناخي انه يكون موجود لأنه حاب انه يكون القطاع الخاص عندهم دور في في, في التغير المناخي. نعم. الله يعطيك العافيه دكتور طبعا اليوم احنا نتكلم عن موضوع مهم. مهم, جدا الدكتور نتمنى فعلا توفيق الدكتور في اللي انت قدمته من خلال البحث اللي في رساله الدكتوراه ويؤخذ به في مجلس الوزراء ومجلس الشورى ويتسن فيها قوانين مثل ما تفضلت انت اول دوله تتم فيها هذه القوانين مشاهدينا الكرام كل الشكر للباحث الدكتور محمد راشد أصليطي طبعا اليوم احنا نتكلم عن أهمية المناخ واهتمام حكومة دولة قطر في هذا القطاع بالذات اكيد يعني هذا ايضا يصب في رؤيه قطر 2030 وايضا من خلال الفعاليات اللي تقيمها دوله قطر للحفاظ على البيئه والمناخ ايضا مشاهدينا طبعا من هذا الموضوع خلونا نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل باقي فقراتنا حياكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشه تلفزيون قطر مستمرين معاكم في برنامج حياتنا والى موضوع اخر وفقره اخرى وضمن السعي المتواصل لوزاره الداخليه ضد افه التسول والتي تشكل سلوكا غير حضاريا وانشاء ايضا قسم لمكافحه التسول باداره البحث الجنائي وذلك في سبيل القضاء على مثل هذه السلوكيات السيئه اللي تحتاج الى تكاتف المجتمع للحد من هذه الافه المذمومه والتي يرفضها الدين والمجتمع وحول اهم التعليمات والنصائح التي تقدمها الجهات المختصه للجمهور للابلاغ عن المتسولين والحد مثل هذه الظواهر الدخيله على مجتمعنا يسرنا ان نستضيف الملازم اول فهد جاسم النصف المنصوري ضابط المكتب الفني باداره البحث الجنائي بوزاره الداخلية حياك الله معنا اليوم. يا مرحبا اخوي علي احييك اخوي علي واخوي عبد الرحمن يا مرحبا واشكركم واشكر قطر على هذه الاستضافه. يا مرحبا بك، مرحبا طبعا موضوع هذا مهم للمجتمع يتعرفون على هذا الموضوع اللي ممكن ان نشوفه منتشر شوي سواء يعني من قدامك ولا ايضا في الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن في انواع كثيره للتسول ملازم فهد اليوم خلينا نتكلم عن هذه الانواع المنتشره طبعا التسول مثلها مثل اي يعني مشكله تتطور مع الوقت واساليبها تتطور التسول الموجود المعروف عندنا التسول في الطرقات والاماكن العامه تطور الان صار التسول عن طريق الرسائل النصيه بالواتساب او رسائل نصيه في الرسائل او عن طريق البرامج الالكترونيه. أه. الاشكاليه عندنا بان التسول يعتمد على او يرتكز على جزئيه استعطاف الناس. أه. فلما الشخص يستعطف الشخص اللي يطلبه مباشره طبيعه القطار والمواطنين المقيمين يتعاطفون مع الشخص اللي اللي محتاج فيعطي في الشخص هذا مقسومه لكن ما يعرف ايش وراء هذا الشخص؟ هل بالفعل هو محتاج ولا لا؟ فتجده بعض الحين يتصنع بعض الاساليب اللي يتصنعها في في التسول تصنع بعض الاصابات مم. تجد عنده يستخدم بعض الاحيان الاوراق او شهادات من المستشفى مزوره يكون برفقه اطفال يبيع لك مثلا كلينكس وهذا يدخل في جانب اللي هو بائع المتجول لكن هو يعني يستخدم هذا الاسلوب كذريعه للتسول يعني هذه كلها اساليب يعني البائع المتجول هو نفسه خلينا نقول يعتبر هو تسول هو يعتبر تسول لكن هو يدخل في اجراء ثاني مم. من اختصاص وزاره التجاره لكن طيب. احنا التسول اللي فيه مباشر يطلب من الناس في الاماكن العامه والطرقات العامه. يعني ابو جاسم احنا يعني هالقطار ناس طيبين ناس طال عمرك هالخير ومتعودين ان احنا نوقف مع الناس ونتبرع دائما يعني الحمد لله شوف حتى الحملات الانسانيه اللي في كل مكان تلاقينا نبادر بالحال والمال والجهد بكل شيء. لما يجيك الحين الله يسلمك واحد في مجلسك و يعني دخلته عليك في المجلس لها وضعيه ومكانتها الخاصه عندنا هالقطر تقدير يعني مو طبيعي ولما يجيك ويتكلم عن ظروف عائلته وحنا ندري ان بعض الدول صارت عليها مشاكل. فالجانب الانساني يشتغل عندنا. لكن مثل ما تفضلت انت فيه تبعات لها. بالضبط. طيب شنو الحل؟ شلون اقدر مثلا اقوي قلبي على اساس اني ما انصاع وراء هالناس او مثلا اخليهم يلتجئون الى الادارات المعنيه اللي مصرح فيها اني انا اتبرع وهم يقدرون يساعدونهم. في هذه الامور. احنا دائما يعني نوصي الاخوان مشاهدين عن طريق يعني استضافات الكثير كثير من البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه أن ما تت يعني لا تستقبل هذا الاستعطاف هذا لان مثل ما ذكرت لكم ما تدري ايش خلفه. اذا بغيت تتصدق وتتبرع في الجمعيات الخيريه المرخصه في دوله قطر هي الجهه اللي توصل المبالغ للناس المحتاجين بالفعل. نعم. هذا الشخص بعض الاحيان يدخل عليك المجلس، ما تعرف هل هو ماخذ ما التسول هذا كوظيفه؟ يعني ياخذ هالمبالغ هذه ما ادري ما تدري وين يوديها فهذه اشكاليه هذه الاشكاليه احنا نعاني منها ان الناس تشتكي من كثره المتسولين لكن ما يبادر في الابلاغ فنوصي دائما اذا شفت متسول لا تتجاوب معه مباشره ابلغ صحيح في اشكاليه لما يدخل عندك المجلس وبيت وكذا مش حلوه حاجة. لكن لابد ان في يكون في تعاون بين الفرد والمجتمع مع الاجهزه الامنيه، يعني ما يعني فقط الاجهزه الامنيه تعمل ما تستطيع انك يعني تقضي على هذه الاشكاليه. طيب في بعضهم يقول لك يا اخي انا والله مو بعاجبني وضع المتسولين هذولي وهذولي ازعجونا واحرجونا حتى بعضهم يكون عنده ضيوف ويجي هذا يدخل عليه فيكون شوي في رده فعل مو بزينه، طيب ما بلغت عليه في ارقام للدوله مخصصتها قال يا يعني رجال اذا تبلغ عليهم الله يسلمك يدقون عليك تعال مركز الشرطه. وسوى محضر و... وانا يا اخي ما فاضي حق الامور هذه فاقول الكلام هذا غير صحيح انت اليوم فرصه انك موجود نعم. تاكد لنا الطرق المتبعه وشنو اصلا الاجراءات اللي بيتم اتخاذها بالفعل اخوي علي احنا ما نستدعي الشخص المركز مثل اي شكوى اخرى اه يكفي فقط انه مشكور طبعا احنا نشكر اللي يتعاون معنا ويبلغ عن هذه المشاكل مباشره احنا نتحرك للبلاغ نتحرك لموقع البلاغ بناء على الوصف اللي تم تزويدنا فيه نروح نتعامل مع الشخص المخالف ونقتاده بشكل سلمي طبعا للاداره ثم نحيله للجهات المختصه، ما يتطلب ان ناخذ منه اي معلومات اضافيه او انه يجي المركز عندنا يقدم شكوى، يستطيع ايضا من باب التسهيل الخدمه هذه موجوده الان في مطراش اثنين، يدخل على مطراش اثنين يجد ايقونه تواصل معنا مباشره اول ما يدخل التواصل معنا راح يجد التسول البلاغ عن حالات التسول مم. مجرد ما يحط المعلومات هذه تكون يعني معلومات واضحه عن الشخص اللي شخص اللي خالف يجي البلاغ رسمي لنا يعني من العمليات يجي بشكل فوري في من نفس البرنامج اقدر مثلا اصور الشخص هذا و... لا التصوير طبعا لانه يعني يدخل فيه اجراءات اخرى اللي هي انتهاك الخصوصيه فاحنا ما نقول لك صور اكتب الـ الـ الوصف بشكل واضح والمكان بشكل واضح إذا كنت موجود في المكان تنتظر لين ما توصل الدوريه الرسميه اللي هي دوريه البحث الجنائي هذا شيء مبادره طيبه بتكون من 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 الجمهور يعني. جميل. يعني مثلا انا مثلا ما جاني واحد يتسول او شيء شكيت في شخص هذا الشخص انه يتسول او انه في حاله تسول، هل ممكن انه انا اقدر ابلغ بعد على هذا الشخص ولا بس للمتسول؟ اي نعم اخوي عبد الرحمن يستطيع أن يبلغ. احنا كجهات كجهات اختصاص في اداره البحث الجنائي لما تجينا الشكوى والبلاغ يعني لا ان نتثبت يعني هذا يعني دور دورنا احنا كجهات امنيه ان نتثبت من هل بالفعل هذا الشخص متسول عندنا عده طرق واساليب للتاكد اذا بالفعل تبين لنا هذا الشخص متسول ناخذ الاجراء القانوني في حقه طيب بعض ممكن يتحمس ابو جاسم ويمسكه ويخليه عنده في المجلس يحتجزه لانه يتصل عليكم يعني بعضهم إيه نعم. يمكن نعم. يقول لك لا خله لا يروح لا يتحرك لك هل يحق له ما يحق له طبعا تقييد حريه شخص قانونا هذا طبعا لكن بطريقه مناسبه يستطيع انه يعطله يعطله يعطل يعني يخليه لين ما تجي الدوريه الرسميه <applause> في حال ان الشخص طلع من عنده قام بدوره هو الشخص المبلغ حاول قد ما يقدر انه يتابعه مثلا او انه يعني يحاول يكون بين انظاره ما قصر جزاه الله خير لين ما توصل دورية البحث الجنائي. طيب جيتوا انتم الى البحث الجنائي واستلمتوا هذا المتسول، عادة شنو الاجراءات العقوبات اللي يتم عليه؟ تنص المادة رقم 278 من قانون عقوبات القطري رقم 11 سنة 2004 يعاقب بالحبس لسنة كل من تسول في الطرقات والاماكن العامة. هذا القانون هو الاستناد اللي نستند عليه بالاضافة الى قوانين اخرى في يعني نتعامل مع الاشخاص هؤلاء المخالفين ونقبض عليهم ثم نحيلهم الى الجهات المختصه لاستكمال اجراءاتهم القانونيه. جميل. ملازم فهد هذا بالنسبه للمتسولين خلينا نقول في الطرقات والشوارع ولا ايضا يجون للمنازل والمجالس. بالنسبه لحالات التسول سواء في التلفون او في مواقع التواصل الاجتماعي او ايا كان من الامور الالكترونيه. يعني. اخوي عبد الرحمن فيما يتعلق بالبرامج الالكترونيه عندنا اداره مكافحه الجرائم الاقتصاديه الالكترونيه يعني هم هل اختصاص في م. هذا المجال لكن احنا بنعطي نصائح عامه م. اللي هي اذا جاك شخص يتسول عبر الرسائل او البرامج الالكترونيه انك ما تتجاوب معه ما تتعاون معه لأنك ما تعرف ايش خلفيه هذا الشخص صحيح. هل بالفعل هو محتاج ولا يعني يتصنع ويكذب ما تدري فالافضل انك تقطع الطريق عليهم من البدايه فهذا راح يساعدنا كثير في انهاء هذه الاشكاليات اخر ما وصلنا من تطور في التسول والاحتيال، شنو اللي يجيكم؟ اقدر اقول لك الكتروني يعني تسول الكتروني الان اغلب الامور المواضيع قامت تتحول الى 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 جانب الكتروني، لكن الامور اللي تحصل في الواقع عندنا يعني تجد شخص يتصنع مثل ما قلت لك اصابات، تجده يعني يده مكسوره انا صار لي موقف مره يعني مضحك نوعا ما شفت شخص يعني في جبس في رجله وانا طالع من المسجد فيوم في قابلته يطلب الرجال وعنده اوراق من مستشفى حمد انه هو رجل مصاب كذا فيوم حس انه يعني انا ببلغ عليه وكذا ما شفت له ركب <applause> يعني شوف فهو يكذب لا فيه اصابه ولا شيء فهذه من المواقف اللي تحصل لنا يعني في أثناء عمل أو غيرها اللي تطرقنا لها اللي يستعطف الناس بالأطفال بالأوراق أيا كانت يعني الله يعطيكم العافية الله طبعا عفيفة. جهود تشكرون عليها صراحة من خلال مواجهة مكافحة هذه الحالات حالات التسول وأيضا نتمنى من جميع أفراد المجتمع أنهم يتعاونون معكم مع إدارة البحث الجنائي إذا في حالة تسول أو في شك أيضا لحالة التسول أنهم يتواصلون معكم من خلال ثلاث تسعات أو مطراش اثنين مطراش اثنين أيضا عندنا ارقام مخصصه للتسول من ضمنها 2 3, 4, نعم. 7, 3, 4. ايضا هناك رقم خط ساخن موجود طبعا في كابوستات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لوزاره الداخليه جميل. مشاهدين الكرام كل الشكر للملازم اول فهد جاسم النصف المنصوري ضابط المكتب الفني باداره البحث الجنائي بوزاره الداخليه يعطيكم العافيه الله يعافيك اخوي علي كل الشكر لك يمكن الواحد تمر عليه هذه الحالات يستأطر. لا خلاص انا تهوني شغال, شغال على, على طول اتصل ها على طول 24 ساعه <applause> أتصل عليهم مشاهدينا الكرام مستمرين معكم لكن بنروح فاصل بسيط ونرجع لكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا برشاة تلفزيون قطر تطرقنا إلى وزارة الداخلية والبحث الجنائي وننتقل إلى وزارة التجارة حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة دوما إلى تطبيق القانون لما يلبي حاجات الجمهور ولإلزامية التسهيل على المستهلكين بإمكانية الدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو عبر بطاقات الصراف الآلي ودون الحاجة إلى زيادة في سعر السلعة أو فرض أي رسوم على آلية الدفع أكيد مشاهدينا الكرام في هذا السياق قامت إدارة التسجيل والتراخيص متمثلة بوزارة التجارة والصناعة بتنفيذ حملة تفتيش من من تنفيذ المحال التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور ومخالفة المحلات الغير ملتزمة بقرار وزارة التجارة والصناعة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي يشجع على تسهيل خدمات الدفع الإلكترونية للجمهور. والحديث بتفاصيل أكثر يسرنا أن نستضيف السيد سيف علي العذبة رئيس قسم التفتيش في إدارة التسجيل والترخيص بوزارة الصناعة والتجارة سيد سيف حياك الله اليوم معنا في برنامج حياتنا يا مرحبا بك أخوي سيف يعني الله يعطيكم العافية بداية على مجهوداتكم من خلال التفتيش وحملات التفتيش اليوم نبي نتكلم عن هذه الحملات التفتيشية اللي تقيمونها بشكل دوري طبعا للمحلات التجارية تقوم وزاره التجاره والصناعه بحملات تفتيشيه مكثفه على جميع المحاور والمنشات التجاريه في جميع مناطق الدوله للتاكد من مدى التزام اصحاب المنشات بالاشتراطات العامه والخاصه وحملاتنا تكون يوميه محدده وغير محدده للتاكد من عدم عدم الالتزام بالاشتراطات العامه الخاصة واستفاء الاشتراطات العامه الخاصة طيب خلينا نتكلم عن المخالفات القانونيه اللي ينص عليها القانون يعني ايش هو هذه المخالفه لمن لا يوفر الدفع الالكتروني اذا انا حبيت اني انا ادفع من خلالها. تم التنسيق مع الاخوه في المصرف الوطني المركزي بشان التشريعات الخاصه بمكافحه غسيل الاموال واصدر سعاده وزير التجاره والصناعه القرار رقم 70 لسنه 2022 لتجنب تجنب عدم توفير خدمات الدفع الالكتروني وبناء على هذا التعديل اشترط توفير خدمات الدفع الالكتروني في جميع المحال التجاريه. جميل. اليوم خلينا نقول في هدف رئيسي لالزام المحلات التجاريه بتوفير خدمه الدفع الالكتروني، ممكن ان البعض يروح لمحل تجاري يشتري سواء سلعه او منتج. ممكن يقول له راعي المحل يقول له والله اذا بتدفع كاش انا بعطيك بالسعر الفلاني او اذا بتدفع البطاقه بيكون السعر اعلى، فاليوم نتكلم عن الهدف الرئيسي لالزام المحلات وايضا الاجراء في حال ان زاد في السعر في الدفع الالكتروني. نعم احنا مسوين خدمات الدفع الالكتروني للتسهيل على المستهلكين او المستهلك بشكل عام للتسهيل عليه وتجنب دفع اسعار او خدمات اضافيه مه. مه. فيها عقوبه لاصحاب المشات التجاريه في في حال عدم توفير خدمات التفعيل الالكتروني عقوبتها الاغلاق لمده 14 يوم مه. او لحد ما اسباب ازاله المخالفه هذه تنشال المخالفه او تتجدد الاغلاق الاداري يعني كثير من المواطنين مثلا يقول لك صاحب المحل اقنعه انه يدفع كاش لان في عمولات على الدفع الالكتروني يقول لك انا ما اتحملها انا بحملها لك انت يا المشتري وهذه بالذات يعني يضايق الناس قال ليش يا اخي انت تحملني اياها هذه الخدمات موجوده في كل دول العالم قال والله هذه في العموله انا يا الله اني اخذها من ربح فلما التج او اذا تعرضت لنفس الموضوع هذا ابو علي هذا مخالف للماده رقم 5 لسنه 2015 وعقوبتها اغلاق اداري مثل ما قلنا لكم نعم لمده 14 يوم واجباري على جميع المحلات التجاريه توفير خدمات الدفع الالكتروني في جميع منافذ البيع. <مممم>. ودوري انا كفرد في المجتمع شلون ممكن ان اتواصل معاكم ابلغ ولا عن طريق التواصل معنا على الرقم 16001 نعم او على موقع الوزاره الرسمي تقدم شكوى وعلى طول الشباب المفتشين تاخذون فيها اجراء. لا في حركه جديده ابو علي الحين دي. يقول لك صاحب المحل والله الجهاز خربان او ما في خط كونكت او مش عارف ايش. بعد مخالف يعني ما راح يقول لك اني رافض بشكل مباشر لكن بحدك يصعب على الموضوع ايه على صعب الموضوع على اساس اني انا اخذ منك الكاش لا. بعد مخالف يعني يعتبر بعد مخالف. مخالف نعم مخالف يجي اتصل يجي على 16 واحد, ستة. واحد, ستة واحد او على مواقع التواصل الاجتماعي حفظت الرقم أحب أحب أروح. اروح انا وياك بكره نشتري ونتوهق بندور نسوي حملات تفتيشيه احنا معاكم <تصفيق> <تصفيق> <ليه كم> الله يعطيكم العافيه <applause> <applause> اليوم طبعا العديد من المحلات والعديد من المحلات التجاريه ايضا اللي توفر خدمه الدفع الالكتروني هل مثلا تقيمون ورش او ورش توعويه طبعا لاصحاب المحلات لتوعيتهم وتوفير ايضا خدمه الدفع الالكتروني نعم في حملات تفتيشيه التوعية وارشاد اصحاب المحل والمنشات التجاريه نعم. وقبل هذا كله تم التنسيق مع الاخوه في مصرف في قطر المركزي والاخوه في البنوك للتسيع على اصحاب المنشات التجاريه وتم اختارهم واعطاهم مهله مده ست, ست شهور لتعديل وضعهم جميل. خلال ست شهور شهور خلصت, خلصت ولا للحين مستمره؟ نعم, مستمر؟ نعم خلص يعني معناته اني جيت لي حلاق، جيت لي مغسله ملابس كهربائي بنشري اي, أي, كهربا أي شيء جميع المحال والمنشات التجاريه ما عاد في مجال ان احد يقول لي ما عندي ما توفير بخدمات الدفع الالكتروني في جميع منافذ البيت طيب يعني صراحه الدفع الالكتروني سهل امور كثيره يعني صار الواحد يطلع ما ما يشيل معاه كاش حتى بطاقه البنك ما تشيلها معاك اي أيوة والله في السياره ها في تليفونك الحين موجود النظام الابل باي ادفع هذه هذه فلستنا هذه الطب ترى والله هذه المشكله انك توزع على هالبيت كلهم كاملين تقدر يعني ما عندك مشكله اي أيوة والله هذه مشكله لكن خلينا نتكلم عن الخدمات اللي اليوم انتم تقدمونها للدفع الالكتروني، يعني مثلا في بعضهم يكونك بعض البنوك يقول لك ما يقبل فيها بين بنك وبنك. هل هذا غير صحيح؟ غير صحيح. أبعودي. غير صحيح. تم التنسيق مثل ما قلنا قبل شيء مع الاخوه في المصفاة المركزي وتم التنسيق مع جميع البنوك في تسهيل لاصحاب المحلات التجاريه وعدم التعقيد وعدم آه، إلزامهم بمبالغ عالية. فجميع المنشآت والمحلات التجارية يعني ما ما عندها عذر. آه، أخوي فهد أخوي سيف يعني الحين آه، التحويل البنكي هل يعتبر نفسه الدفع الإلكتروني مثلا يقول لك والله أنا ما عندي آه، الجهاز لكن نعم. تقدر تحول لي نعم. في البنك دايركت عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني اللي هو الأي أم أو المحفظة الإلكترونية أو الباركود. جميل اللي هو الأي ده. يعني احنا نشوف اليوم الخدمات الالكترونيه اللي قاعده تقدمها الدوله والتعاون بين وزارات الدوله والجهات والمؤسسات اليوم هو المفروض ان الوعي خلاص انه وصل الى اعلى مرحله يا عبد الرحمن اليوم احنا قاعدين نوصل هذه الرساله للجمهور والمشاهدين مهما تشابهت عليك الامور صارت عندك مشكله لا تتردد لا تكون ضحيه الى شخص حاول يستغلك باي طريقه كانت اليوم كل وزارات الدوله كل اخواننا اللي موجودين في وزارات الدوله فاتحين ايدينهم مبطلين تلفوناتهم يردون عليكم اذا ما رد عليك اليوم يرد عليك بكره اليوم كل خدمات الاونلاين مفتوحه اتصل يا اخي اشتكي لا تخلي ضعفك او تكاسلك انك تغض النظر عن هذا الشخص اللي اخطا في حقه وفي في حق دولته او في حقك انت كمشتري من عنده انه ايضا يلعب على ناس ثانيين يمكن بعضهم يكون من كبار السن يمكن بعضهم يكون مثلا من صغار السن ما يفهمون كيف طريقه التعامل انت اليوم بادر انت اليوم توجه وحاول انك انت تكون الجندي المجهول لهذه الدوله انك تقضي على موضوع الغش على موضوع الكذب حتى فعلا نحن اليوم لما نتعاون يعني قبل شوي حتى نتكلم مع الملازم نعم. على موضوع التسول اليوم لا تقاعس لا تقول انا مالي شغل الدوله وظفت ناس وهم يقومون بدورهم هذا مو هو بدوري هذا اليوم اذا ما نحط ايدينا في ايدين بعض ولا بتكون مشكله كبيره لازم لازم يكون في تكاتف اكيد من جميع افراد المجتمع مع الجهات المعنيه وزاره الداخليه وزاره التجاره والصناعه وايضا كل الوزارات والجهات اللي تشمل هذه المواضيع لا لا تخلي التعاطف ياخذك او يمنعك ان مثلا تتواصل مع هذه الجهات طبعا امور عديده وتنوعت اساليب النصب من خلال خلينا نقول بعض المتسولين او بعض التجار لكن طبعا في قوانين خاصه في في الدوله تحد من هذه الامور اخوي سيف كلمه اخيره حاب توجهها للساده المشاهدين احب اشكر اصحاب المحال المنشات التجاريه متعاملين مع وزاره التجاره والصناعه في خدمه البلد في خدمة المستهلك وفي خدمة المستثمر بشكل جميل. جميل اكيد مشاهدينا الكرام كل الشكر للسيد سيف علي العذبه رئيس قسم التفتيش في اداره التسجيل والتراخيص بوزاره الصناعه والتجاره شكرا يا ابو علي يعطيك العافيه كل الشكر لك وصلنا حلقة ختام وصل اليوم اكيد وطبعا نتمنى من المشاهدين استفادوا من المواضيع اللي قدمناها اليوم ولا طبعا اي مشكله تواجهكم او اي موضوع يواجهكم بامكانكم ان تتواصلون مع الاخوان اللي استضفناهم اليوم الجهات المعنيه لمواجهه او الحد من كل هذه الافات اللي نواجهها في المجتمع نشوفكم ان شاء الله بكره على خير في نفس التوقيت الله يحفظكم في امان الله مع السلامه